دلوقتي نروح مجموعة من الأخبار الخفيفة كده من برا مصر. مفيش شك إن تطبيق زوم دلوقتي بقى حاجة مهمة جدا وأساسية جدا في حياة كل الموظفين والإداريين حتى الأطفال في العالم كله. مع بداية انتشار فيروس كورونا كل الاجتماعات بقت على زوم، بالنسبة للأطفال برضو بقى على زوم. ده عشان إيه؟ عشان يمنعوا الاختلاط ويقربوا المسافات في أي مقابلات، خصوصا بعد ما اتفرض التباعد الاجتماعي. بما إن بقى زوم عبارة عن شاشة بتظهر الجزء العلوي فقط، الميديم اللي فوق بس كده، فكانت ناس كتير قوي بتستسهل وان هي ما تلبسش البدله كامله او ما تبقاش لابسه اللبس بتاعها الكامل اللي كانت بتروح بيه الشغل عشان تحضر اجتماع او كده. الناس كانت بتلبس بقى من فوق القميص والجاكيت والكرافته، ومن تحت بنطلون بيجامه بقى، اي بنطلون انت قاعد في البيت لابس شورت، اي حاجه من تحت كده كده مش هيبان يعني. عشان كده في احد ساده المديرين شارك الاحتفال بالسنه الجديده 2022 بصوره اتصورها مع زمايله في العمل، وزي ما انتوا شايفين البدلة والكرافات والقميص من فوق، ومن تحت شورتات بقى وبيجامات وحاجات من دي. انا عايز اقول لك يا محمد ان دي الحقيقة، يعني الحقيقة دايما لما بنحضر مثلا اجتماعات زوم مثلا مع الطلبة او في المدارس او كده، فدايما نهتم قوي ان احنا نبقى لابسين فورمال بقى وشعرنا متظبط ولابسين كويس جدا، وتحت عادي ممكن لبس البيت. انا عملت كده مره، كنت بعمل سكايب على فكره، كان عندي انترفيو كده سكايب، وكنت لابس بنطلون الترنج من تحت كده، ومن فوق كنت لابس البدله والقميص والكرافته، ومن فوق حاجه ومن تحت حاجه ثانيه بس ده في نص ونص. طيب خلينا نروح لخبر تاني. خبر معانا ان مواطن بريطاني عنده 70 سنه تعب عادي زي اي تعب، واتحجز في المستشفى بس قعد فيها لفتره طويله شويه يعني لحد ما تعافى وخرج ورجع تاني لبيته. دي مش مشكلة، هو الغريب بقى ان بيت الراجل ده كان منعزل ومفيش حواليه اي حاجة، وهنا كانت المفاجأة ان اول ما دخل على الشارع لقى البيت بتاعه حواليه 178 بيت. اعتقد ان الشخص اساسا ده تاه، لان المواطن البريطاني قال ان هو لما دخل المستشفى ما كانش فيه اي حاجة جنبه خالص. السبب في الموضوع ده ان المنطقة اللي البيت موجود فيها كانت دخلة في حيز التطوير، والشركة اللي كانت هتطور المكان عرضت على المواطن ده مبلغ مالي للتعويض، لكن الشخص البريطاني ده رفض أي تعويض، ولما خرج من المستشفى لقى الشركة تقريبا انتهت من إنشاء مجمع سكني بالكامل في المنطقة يحتوي على 178 بيت. يعني يمكن بفسر ده شاذلي بحتة السن، انه 70 سنه، فبالتالي الذكريات اللي بتحمله المكان بالنسبه له طبعاً. فهو متمسك بيه، لان طبعا عارف كل حيطه من الحيطان بتاعه البيت ممكن تحمل العديد من الذكريات لا تساوي 8 يعني. صحيح، بس الراجل يعني فضل قاعد 70 سنه قاعد لوحده في المنطقه دي، وبعدين المنطقه دخلت كردون مباني وراحوا قالوا له تعالى وهنعمل وهنسوي وهنديك بيت وبتاع، ما توافق. اعتقد ان هم ملحقش يوصل لبيته يعني. النتيجه عامله ازاي؟ بس هو اتحجز في المستشفى قد ايه؟ يكون هو يرجع يلاقي كل هو ده. هو قال الخبر ان هو لشهور يعني. شهور، ده شهور كتيره يعني. على ما انه يبنوا 178 بيت، لا كتير. اكيد ان هو تاه قبل ما وصل البيت. اكيد طبعا. طيب من الاخبار اللي معانا كمان، الصين اخترعت شمس صناعيه بتحاكي الشمس الحقيقيه. ده اللي اكدته وسائل الاعلام الصينيه اللي اعلنت انها وصلت لانجاز صناعي غير مسبوق. اكدت ان العلماء اللي اشتغلوا في المشروع ده حققوا رقم قياسي عالمي من خلال الاحتفاظ ببلازما بحرارة 120 مليون درجة مئوية لمدة 101 ثانية في أحدث جولة من تجارب. العلماء قالوا على فكرة يا محمد أن ده مهم جدا علشان نحصل على طاقة نظيفة، لأن طبعا الشمس من المصادر الطاقة المتجددة، وفي نفس الوقت الاختراع ده هيؤدي أن الطاقة دي أو طاقة الشمس دي هتكون غير محدودة. قلت أكيد عندهم بقى الشمس طول نهار وليل، عندهم شمس. طيب.